وإن شاء الله نطلع ببطولة عاقل ما فيها بهاي السنة. الزعيم يغرق ولا يوم. أربعة. يعني إحنا جايين على المباراة وبالقلب غص. والله بالنسبة للرياضة الواحد ما يلي نفسي يحكي الرياضة. نار يعني 4-0 وأبدع والله لعبهم خطير لونهم أزرق. فعشان هيك إذا دائما الكبير غلطته كبيرة. متابعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامج صدى الجماهير. هاي الحلقة اللي خصصناها لرصد أصداء جماهير فريقي الفيصلي والجليل ضمن مواجهات الأسبوع السابع من دوري المحترفين لكرة القدم. على الرغم من قلة الجماهير الحاضرة بسبب الظروف الراهنة في المنطقة وتحديدا في قطاع غزة، إلا أن فريق إعداد البرنامج أصر على نقل صورة الجماهير للشارع الرياضي الأردني. جهة اليمنى عند عارف الحاج، عارف يلعب الكرة العرضية خطيرة وأول الأهداف، جول أول لمصلحة النادي الفيصلي. فلسطين عربية، فلسطين عربية. المجلة وصلت عند عارف الحاج، عارف الحاج وثاني الأهداف، ثاني الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي. نصف ساعة وهدفين مبكرين للفيصل، وهذا الشيء انعكس على جماهير فيصلوية الموجودة في المدرجات. اليوم الفيصلي نار. الحمد لله، الحمد لله في تحسن إن شاء الله، وإن شاء الله يعني هو يسير على الطريق الصحيح، يعني بيصلح ما مضى، وإن شاء الله الدوري من نصيب الزعيم الفيصلي بإذن الله تعالى. أكثر شيء عجبك اليوم بالفيصلي؟ ما شاء الله يعني الجماعية، اللعب الجماعي، يعني الحمد لله يعني قاعد بيرجع لمستوى الطبيعي. ما بين يعني أنا ما بيهمني الأهداف، بيهمني اللعب الصراحة. يعني في أخطاء كثيرة على اللاعبين، بس إن شاء الله يبيضوا وجوهنا وإن شاء الله نطلع ببطولة عاقل ما فيها بهاي السنة. الوضع بالنادي الفيصلي يعني أول إشي الإدارة فيه تخبطات كبيرة، يعني عم بشوف أخطاء كبيرة بالإدارة وتغيير المدربين. يعني الفيصلي غير 3 مدربين هاي السنة. في عنا لعيبة، بدناش كمان نحكي عن الإدارة والمدربين، عنا لعيبة كمان في أخطاء، في يعني المنظومة كلها فيها أخطاء. شوية ضربك صارت بالإدارة، صارت من بين لعيبة، إن شاء الله فترة فترة وبتعدي. زي ما كنا نقول دائما الزعيم يغرق ولا يوم. ماذا رضا أحمد هاي؟ يعني نتمنى له توفيق إن شاء الله بالمباريات القادمة. مدرب لسه في بدايته، هو ابن النادي الفيصلي، وأكيد أنه على طلاع وعلى علم باللعيبة. نتمنى على إدارة النادي أنها تستقر على المدرب، يعني ما بدنا كل يوم تغيير مدرب تغيير مدرب تغيير مدرب. لكن كيف كل صراحة يعني كملامح فريق
والله كملامح لسه بده شغل كثير النادي الفيصلي، يعني النادي الفيصلي كان افضل من هيك بكثير. ان شاء الله انه يعني نتمنى يكون افضل وافضل. يعني المباراه الماضيه فازوا على النادي الاهلي بصعوبه 1-0. النادي الجليل يعني نادي محترم، ولكن يعني بدنا احنا في المباريات القويه نشوف شخصيه النادي الفيصلي. كم تتوقع؟ 5 4 4 اسمع اسمع لعيبة العبوا لك للشعار، العبوا لك للشعار، العبوا لك للشعار، العبوا لك للشعار. وبدنا الدوري شو ما صار، بدنا الدوري شو ما صار. يعني شايفين مبدئيا انه اللعب جيد، مبدئيا جيد لغاية الآن، وان شاء الله انه للأفضل ان شاء الله. نضامن مع أهلنا في قطاع غزة وبنقول اصبروا إن شاء الله إنه الفرج قريب، وإن شاء الله إنه ترجع فلسطين وترجع القدس إن شاء الله، فلسطين عربية والقدس عربية إن شاء الله. هذا أول شيء. بالنسبة للمباراة اليوم صراحة يعني أنا شايف إنه تكتيك أحمد هاي اليوم أفضل من مباريات السابقة. الفيصل إن شاء الله سوف يعود برضو، كمان أحمد هايل يعطي فرصة خلينا نقول للمحترفين. شفنا اليوم حاتم الروشدي ما شاء الله طابات حلوة تركيز. كمان ندعو الشباب لعيبة الوسط إنه أمن طابة داخل الصندوق للكامرجي. صراحة يعني أنا أشوفه إنه والله بيلعب، لكن مع الفيصل لغاية الآن ما قدم شيء اللي خلينا نقول تشفع له. الفيصل يمرض ولا يموت إن شاء الله، أداء مبشر. وين المشكلة اللي كان يعاني منها الفيصل؟ مشكلتنا إدارية، إدارة الفيصلي، إدارة الفيصلي. يعني بنتي صغيري بتسألني بتقول لي يابا وين رابط مشجعين النادي الفيصلي؟ تقول لي الدرجة هذيك فاضي يابا، وين الجمهور؟ أنت بتشجع إدارة ولا بتشجع نادي؟ إحنا بنشجع لعيبي يلعبوا للشعار. طب مع الفوز اليوم مع النتيجة هاي ما تغيرت نظرتك للإدارة؟ ولا بتتغير، ولا بتتغير، مع أني أنا انتخبت أبو بلتس ما بتتغير نظرة الإدارة. الإدارة لازم تسمع لأعضاء الهيئة، تسمع للجمهور مطالبنا. أمين أمين شناينة صراحة كلهم، بس أمين. يعني رغم الخسارة اللي صارت معنا قطر، بس احنا يعني طول عمرنا عندنا هدف وعندنا رسالة واحدة، اللي هي انه احنا نضلنا ورا فريقنا مهما صار، مهما صار تعثرات، مهما صار عندنا ثغرات، دائما احنا ورا نادينا. ما بتهمنا النتائج اكيد، لكن بنطلع لها وبنوقف عند النقطة بنحاول نعالجها. فوز الاهلي وتقدم اليوم، انسى جماهير الفيصلي جراحات المراحل السابقة. أول شيء شوف بالبداية قبل ما أحكي عن النتائج، إحنا نترحم على شهداء فلسطين، وإحنا كألترس فيصلي، أنا ككابو ألترس فيصلي، أنا وأخوي محمود العبادي اللي تكلم قبل شوي، بصراحة يعني إحنا جايين على المباراة وبالقلب غص، بس زي ما بقول الواحد إذا مش طالع بيدنا إشي لسه نوصل رسالة بصوتنا لسه أفضل. يعني بصراحة قبل أي مباراة أو أي ما أحكي عن أي تفاصيل للمباريات حبيت إنه أبدأ الكلمتين، لأنه أقسم بالله الواحد جايه بالقلب غصة. الله بيعلم إنه قديش يعني بنحاول نوصل صوتنا للعالم عشان يعرفوا شو اللي بصير بغزة. هسه شوف الفيصلي يعني مر بمراحل أسوأ من هيك، وإذا بتتذكر مرينا مرحلة اللي كانت الهبوط والفيصلي رجع، وحتى لما أيام ما كان الفيصلي مرحلة الهبوط أخذنا بطولتين. الفوز هذا والقبلي صراحة يعني أنا كمشجع لسه ما رضيت. وبالتاريخ وبالهوية، بالتاريخ وبالهوية، وفلسطين راح تعود، فلسطين راح تعود، وفلسطين راح تعود، فلسطين راح تعود.
والله الحمد لله رب العالمين، بس هذا مش الأداء المتوقع من النادي. يعني احنا بنسعى للأبطال آسيا، نعوض شوي الخسارات اللي راحت، يعوضوا قدام السد والشارقة بأرضنا ويخلف عليهم ويرجعوا شوي سمعة النادي سمعة الوطن، لأنه دائما الفيصلي بشرف البلد برا. بس المرة هاي الفترة صعبة، إن شاء الله بتعدي خير. كلامك فيه قصة، مش راضي تضحك، ليش؟ الله ما تعودناش على الفيصل هيك صراحة. يعني أنا صار لي سنين بحضر الفيصل وأنا بشوف أخسر ستة. والله لسه الوضع مش مزبوط، يعني إحنا ما تعودنا على الفيصل أبدا زي هيك. إحنا جايين نحضر عشان اسم النادي وللعيبة هاي لسه، عشان قدر الفريق اللي بتلعب فيه. الفيصل هذا رمز من رموز الوطن، يعني بدك تلعب بالفيصل تكون قد الشعار اللي بتلعب فيه. الفيصل طول عمره مشرفنا برا، هذا اللعيبة قام يطلعوا ما قدروا اسم الفيصل لما طلعوا. طيب برا. طيب اليوم 2-0 أول نص ساعة أداء جيد، يعني مش أنا جليل وأفريقيا زي هيك بدي أفوز عليها. كنا الموسم الماضي كنا نكون 3 أو 4 فايزين وما نفرح على الجول. أنا هسه وضع الفريق صعب، ومنوجه كمان رسالة للإدارة، وين الوعود اللي أعطتونا إياها قبل اللي. إحنا كنا داعمين للإدارة من أول برا، وعود اللي هي الراعي اللي طلبناه، قالوا في راعي، ما شفنا راعي، ما شفنا مدرج بملعب النادي، ما شفنا أي وعود من اللي عمل مؤسس، ما شفنا. اليوم شو تشوف الفيصل ماذا ينقص من اللاعبين اليوم؟ الفيصل أول شيء ملف المحترفين ترويحة، ولا يعني المهاجم الجايبينه والظهير. أعطيني اسماء. الكمرجي ونثان الجايبين اليوم ما استفدنا منهم. اليوم إذا وتكتيك كويس ولعب منظم وهجوماتهم عجبتني، وخط خاصة الخط اللي على الشمال للاعب أحمد سالم عجلين. سالم عجلين لعب موفق إن شاء الله، ولا قدام إن شاء الله لأحسن. رأيك اليوم بخطة أحمد هاي؟ والله هي خطة جميلة، وأنت يعني 2-0 بالشوط الأول كمان نتيجة ممتازة. دوري أبطال آسيا يعني صار بعيد المنال، لكن إحنا قدر الإمكان، يعني هي أول مشاركة لنا، وإن شاء الله إنه نكسب منها خبرات للقادم الأعوام، وهسا إن شاء الله إنه يكون تركيزنا على الدوري بطولة الكأس إن شاء الله. هلا يعني احنا اي مدرب بدون فتره اعداد ما بنقدر نحكم عليه، يعني احمد هاي مثل ومثل اي مدرب المفروض انه يحصل على فتره اعداد. الان انا بقدر اقيم الكابتن احمد هايل بعد فتره الاياب. اسمع سمع كل الناس والجمهور هو الأساس. الجمهور هو الأساس. العب بصالح، العب بصالح، العب بصالح، العب بصالح. مشعل وما سالت الكرة العرضية ملعوبة، وثالث الأهداف، ثالث الأهداف لمصلحة الفيصلي. طبعا لابد من نكون متواجدين مع جماهير الفيصلي، خصوصا بعد الهدف الثالث اللي حققه الفريق. رأيك بالهدف الثالث؟ والله الهدف الثالث حلو، بس للأسف يعني مش 3-0 نتيجة، يعني جابت الثلاث نقاط، بس اللعب والله مو راضيين عنه، اللعب نهائي مو راضي عنه. 3-0 مش راضي عن اللعب؟ والله مو راضيين. احنا هذا الأسبوع الجاي يوم الاثنين عندنا مباراة مع السد القطري، بدهم يلعبوا بالطريقة هذه. للأمانة لازم اللاعبين يتحملوا مسؤولية أكبر من هذه المسؤولية، وهذا اللعب ما نهائيا ما بينفع معنا قدام السد القطري. رأيك بتبديلات أحمد هايل؟ يعني تبديلات كويسة كانت، بس في نفس الوقت يعني في المهاجم نادي الفيصلي المحترف، كمان اللاعبين والله احنا شايفين بصراحة ما حدا بتعاون معه، ما حدا بيعطيه باصات ولا حدا بمد له باصات، ففي النهاية يعني مش جايب ولا جول وبيعتب عليه الجمهور للأمانة. كيف تشوف أمين شناين اليوم؟ يعني كويس، بس والله شفت حرة، يعني لفت أول لمسة كانت لصيصة أبو جلبوش، كانت فعلا مرتب، إن شاء الله إنه يرجع لزي أول صيصة أبو جلبوش. للأمانة اللاعبين أغلبهم ما مستواهم نهائيا مش هذا المستوى تبعهم تبع السنة الماضية. بتوقع 4-0، بس يعني المستوى مش كتير منيح، يعني مقبول، بس منيح إنه أخذنا الثلاث نقاط. مراوغة وتسديدة والهدف الرابع لمصلحة الفيصل. اليوم مباراة جميلة جدا،
جدا كثير، والصراحة المدرب الجديد قوي أكثر من القديم. يا أمي لا تخافي، يا أمي لا تخافي، لا تخافي على البلاد، الشعب وطني والقايد عسكري. ان شاء الله عليهم الفيصل اليوم. والله بالنسبه للرياضه الواحد ما يلي نفسه يحكي الرياضه، اول شيء الله ينصر اهلنا في غزه ويثبت اقدامهم على النصر يا الله، ويرحم جميع شهداء اهلنا بغزه. ثاني شيء بالنسبه للمباراه، يعني بلش الفيصل يرجع للمستوى اللي بنعرفه، بس مش مقياس، لسه مطلوب المزيد من الفيصلي، وان شاء الله الفيصل اللي قدام بعطي احسن واحسن ان شاء الله. يوم الاثنين الفيصلي مع السد إن شاء الله. أول شيء بالسماء، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يرحم شهداء غزة. والفيصل الحمد لله مستواه بلش يرجع، وإن شاء الله أنا متمنى خير إن شاء الله بالمباراة الجاي. والله بدهم شغل، يعني آخر مباريتين كان فيصل بده شغل، بده في مراكز بتتغيير والله. مثل الدفاع، الدفاع والهجوم بدون أسماء، الدفاع بده شغل والهجوم بده شغل. ان شاء الله الله كريم، احنا ندعي لقدام مش بس اليوم، احنا نرجع لطريق بدنا واقع. شو رايك بالفيصل اليوم؟ واقع الفيصل اليوم كويس الحمد لله، بس احنا بدنا نظرتنا لقدام ابعد من واقع اليوم، ونتمنى بين المرحلتين انه يعدلوا باللاعبين بالمركز الهجومي، جيبوا لنا مهاجم على سويه عاليه يليق باسم الفيصلي. الكابتن احمد هايل الله يعطيه الف عافيه، اليوم ما قصر، ونتمنى التوفيق للزعيم. بعيدة عن أي أخطاء إدارية موجودة بالنادي، ندعم الفريق الحمد لله، الفريق بلش يمسك الانتصارات، الفوز الثاني، الدوري لسه بالملعب والكاس لسه بالملعب. فلسطين ما بنعيش احنا بلد فلسطين، لو عن موت احنا وراك فلسطين، بالروح والدم كلنا نفتح طول العمر بنغني حرة حرة فلسطين. زميل فايز الزبي، بدنا نروح الآن نشوف آراء جماهير نادي الفيصلي بعد هذا الفوز الكبير. رأيك بالنتيجة اليوم؟ والله فريق اليوم كان الفريق المنظم، وما شاء الله أنه أنا حضرت بس الشوط الثاني. مبروك يعني للفيصلي. رأيك اليوم بأداء النادي اليوم؟ نار يعني 4-0 مرة نار، أبدعوا. تشوف اليوم أن النتيجة عادت الفيصلي إلى ما كان عليه سابقا؟ على إحنا جينا متأخرين، فيعني ما حضرنا كل مباراة، بس أنه كانت حلوة وكانت حماس يعني وهيك، فعمل فارق طبعا. يعني 4-0 ممتاز جدا رائع، وأبدأ والله لعبهم خطير، لونهم أزرق. فيتاني يا حدائمي يا وطني يا أردني يا اليوم الفيصل حقق نتيجة كبيرة، تشوف النتيجة مطمئنة قبل مواجهة السد؟ طبعا إبداع، إبداع الله يعطي العافية كابتن أحمد هايل، إبداع كثير، تشكيلات ممتازة، لعيبة الروح المعنوية عالية كثير عندهم، إن شاء الله أنه السد رح نستد منهم إن شاء الله، الله يقويهم يا رب. اليوم على الرغم من الفوز ما شاء الله توأم ما شاء الله، على الرغم لازم يكون السؤال مغاير يعني، اليوم على الرغم من النتيجة كبيرة لبعض الجماهير نشوفه مو راضي على الفيصل. الفيصل دائما كبير، والجمهور ما مش متعود على الفيصل غير على الفوز. فعشان هيك اذا دائما الكبير غلطته كبيره، فاحنا كلنا لازم نكون ورا الفيصلي ولازم ندعمه ولازم نوقف معه بالخساره قبل الفوز. احنا زعلين من الفيصلي، زعلين من اللاعبين، زعلين من الاداره، عتبنا كبير والعتب على قدر المحبه. شاء ام ابو نريد عوده الفيصلي، وباذن الله تعالى سيعود الفيصلي. مبشرات مبشره بالخير اليوم. والله إن شاء الله اليوم أول إشي فوز معنوي الحمد لله رب العالمين، وإحنا عتبنا على الجمهور هاد. يعني شفنا تقريبا نقدر نقول إنها بداية جيدة للنادي الفيصلي، يعني فوز إضافي آخر بضيف ثقة إضافية للاعبين والكابتن أحمد هايل والكادر الفني. شوف أحمد هايل يتناسب مع المرحلة القادمة للفيصلي؟ بإذن الله إن شاء الله نقدر نقول إنه يعني يحتاج كمان ثقة من الجمهور، ولازم الجمهور يوثق فيه كمان بشكل أكبر من هيك كمان. فيصلي اليوم تدعينا أردنية، فيصلي اليوم تدعينا عربية. شفنا أصداء الجماهير وأهمية هاي الرباعية اللي حققها الفيصلي على حساب الجليل،
فوز ثاني على التوالي في دور المحترفين، أعاد إلى الفيصلي بريقه وإلى ما كان عليه سابقا. إلى اللقاء مع حلقة أخرى ومباراة.